بالعشرات تجمعوا لتسلم رواتبهم الشهرية أمام أحد البنوك الخاصة في مدينة جلال آباد شرقي البلاد. فجأة فجر انتحاري حزامه الناسفة وهو على دراجة نارية وفقا للشرطة. الحصيلة أكثر من 30 ضحية وعشرات الجرحى، معظمهم في حالة حرجة. تجمعنا هنا ليسمح لنا بالدخول إلى المصرف. فجأة وقع انفجار عنيف وتناثرت الجثث في كل مكان. المتحدث باسم مجموعة قادة طالبان باكستان وأفغانستان الذين أعلنوا أخيرا ولاءهم لداعش في رسالة نصية تبنى الهجوم متوعدا بشن المزيد. حركة طالبان التي كانت تقف وراء مثل هذه الهجمات نفت علاقتها بالهجوم واصفة إياه بالعمل الشرير. أعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية من خلال تنفيذ هذه الهجمات أعلن عن وجوده رسميا في أفغانستان، وهذا يعني أن المرحلة المقبلة ستكون الأكثر دموية. وكانت الحكومة الأفغانية والدول المجاورة لها قد أعربت عن قلقها من تزايد نشاط المقاتلين المنتمين إلى داعش في مختلف المناطق الأفغانية. ويرى الخبراء أن هذا الهجوم وإن ثبتت نسبته إلى داعش فإن الحكومة لن تكون قادرة وحدها على رد الخطر الذي يهدد المنطقة. طالبان والآن داعش، نسخ تتكرر وتتبدل، والهدف برأي المراقبين هو زعزعة الأمن والاستقرار النسبي وإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالمواطنين وإضعاف الحكومة. محمود واثق، كابل، الميادين.